باسمكم رحب طبعا بضيفنا اليوم بالاستديو المحامي يوسف الياسي رئيس اللجنه العليا للمؤتمر الوطني. من الكويت نبدا والى الكويت ننتهي. حياك الله معنا ابو عبد الرحمن وساعه مباركه. الله يحييك ابو يوسف، اهلا وسهلا بالجميع، وانا سعيد ان اكون ضيفكم اليوم. ابرك الساعه. طبعا نبارك لكم نجاح هذا المؤتمر الاسبوع طاف ما شاء الله تبارك الله. بناخذ فكره بشكل عام عن هذا المؤتمر. طيب بادئ اذا بدي اقول من الكويت الحبيبه نبتدي بالكلام، والى الكويت العزيزه ننتهي بالقصيد. قالها الشيخ جابر: هذه أرض السلام، حبها كل يوم وكل لحظة يزيد، أكبر فخر وأجمل حدث وأغلى وسام، وأحلى سفينة تفخر بربانها، رافع علم حاضن وطن ماسك زمام، شعب يتعامل بالوفا والاحترام، الله يخليها ويرفع شانها. صح لسانك. الله يحفظك يا أبو يوسف. هذا المؤتمر هو المؤتمر 19، لله الحمد عقدنا 19 مؤتمر، كان آخرهم يوم الثلاثاء اللي فات. في المؤتمر الأخير كرمنا 16 شخصية من جميع أطياف المجتمع الكويتي، من الرجال والنساء، من الهامات والقامات، من أهل الكويت، من جميع أطيافهم. هذا المؤتمر اللي عقدناه يوم الثلاثاء اللي فات أصبح مجموع الشخصيات من أهل الكويت، من الرجال والنساء، من جميع الأطياف، لله الفضل والمنة 216 شخصية كويتية تم تكريمهم خلال السنوات اللي مضت كلها. والله إنه لواجب يا أبو يوسف وفرض عين علينا تجاه أهل الكويت. في حقيقة الأمر إحنا اليوم يا أبو يوسف أخواننا المشاهدين أخوات المشاهدات في أمس الحاجة أن نبين لأبنائنا وبناتنا الله يحفظهم جميعا ويجعلهم يعني ينفع فيهم الكويت وأهلها، أن قدواتنا الحقيقية هم أهل الكويت من جميع الأطياف. قدواتنا الحقيقية اللي صنعوا تاريخ الكويت، قدواتنا الحقيقية اللي بنوا تاريخ الكويت وبنوا هذا الوطن وضحوا بالغالي والنفيس من أجل تراب هذا الوطن. لذلك حق لهم أن نكرمهم، والوفاء لأهل الوفاء. نعم، يعني هذه الشخصيات المكرمة على مدى عمر هذا المؤتمر أكيد هناك أساس في عملية الاختيار. أنا ودي أعرف هذه المعايير الخاصة فيكم في عملية اختيار الشخصيات المكرمة كل عام. نعم، لابد أن يكون المكرم والمكرمة كويتي الجنسية، لأن احنا بالنهاية مؤتمرنا من الكويت نبدأ وإلى الكويت نأتي، فنحن نعزز القيمة الوطنية. لابد أن يكون مكرم أو المكرمة يعني له مناقب ومآثر خدم فيها الوطن، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو تربوية أو فنية أو رياضية، أو كاريزما تمثل عائلة أو قبيلة أو طائفة من أهل الكويت الغالين على قلوبنا جميعا. كذلك أن يكون المكرم أو المكرمة يعني توفاهم الله عز وجل، وهذه سنة الحياة، فمن باب الوفاء الذكرى. أن نحيي ذكراهم. نعم، بما أن كان المؤتمر يوم الثلاثاء اللي طاف، شلون كانت ردود الفعل على المستوى؟ طبعا نخاف بعد العودة من كورونا. نعم، كورونا سنتين كان توقف. صحيح صحيح. احنا ابو يوسف في حقيقة الامر احنا نعقد المؤتمر كل شهر 11، ولكن لما صارت سنة الكورونا عقدنا المؤتمر اللي كان في سنة الكورونا شهر 11 اللي فات، اللي كان تحت رعاية وحضور الشيخ صباح ناصر صباح الأحمد، عقدناه في قاعة سلوى. هذا المؤتمر 19 عقدناه طبعا في مكتبة البابطين، الشكر لله ثم للعم عبد العزيز البابطين، اللي ارتبط اسم المؤتمر مع مكتبة البابطين. في حقيقة الأمر أن يقام الفعاليات في مسرح مكتبة البابطين اللي مجهز بالكامل، جهزناه من الألف إلى الياء في استقبال الجماهير الكريمة والأسر يعني المحتفى فيهم بهذا المؤتمر. لذلك يعني المؤتمر الأخير اللي عقدناه قبل يعني يوم الثلاثاء اللي فات قبل كم يوم، نحمد الله عز وجل كان هناك عندنا تركيز في الحملة الإعلامية بالسوشيال ميديا تحديدا، يعني نبي نوصل لأكبر شريحة ممكنة من أبنائنا وبناتنا الله يحفظهم جميعا وينفع فيهم الكويت وأهلها. استخدمنا معظم الوسائل التواصل سواء مشاهير أو يعني الحسابات المؤثرة الإخبارية حتى يوصل إعلاننا، توصل رسالتنا. كان هناك ثلاث نقاط رئيسية بهذه الحملة والمؤتمر الوطني من الكويت نبدأ وإلى الكويت ننتهي في حلتها 19، أن نركز على مبدأ النقطة الأولى الولاء، الولاء هو لله والوطن والأمير. النقطة الثانية موضوع القدوة، أن نبين لأبنائنا هؤلاء هم القدوة الحقيقية لنا، لا نريد قدوات من خارج الكويت، قدواتنا كويتية، عسى الله يرحم أبهاتنا وأمهاتنا من جميع أطياف المجتمع الكويتي. والنقطة الثالثة
والمهمة اللي هي الوفاء لهذه الشخصيات وأن نبرز دورهم الوطني اللي خدموا فيه الكويت. فهذه النقاط الرئيسية أبو يوسف. أبو عبد الرحمن، يعني ما شاء الله عليكم عملية اختيار الشخصيات مثل ما فهمت أنا قبل الهوى، بحث وتحري واتصالات. جميل أن واحد يستذكر هذه الشخصيات، يعني الشخصيات الكويتية، يعني يتصل على حفيد ويقول له أنت اليوم تمثل جدك المرحوم في عملية تكريم شخصية، شنو كانت أصداءها؟ نعم. يعني أنت عاصرتها لما تتصل في شخص، شلون نعم. ردود الفعل؟ واضح أنه في شيء خاص جدا ودنا ننقل الآن عبرات. نعم، هي أبو يوسف حتى أكون دقيق معاك على الإجابة، مش بس بالاتصال، بالاتصال لاقي ردة فعل إيجابية رائعة، ولكن بعض الاجتماعات لما نجتمع مع بعض الأسر اللي يتم تحديد الاجتماع معاهم، والله إن في لقاءات كثيرة تذرف الدموع لما يحسون لمسة الوفاء. إيه، لما يحسون لمسة الوفاء لجد أو لوالد أو لوالدة أو لجدة. فلذلك هذا الجو الوطني احنا التمسناه أيضا في الفيلم الوثائقي، لما نسجل الفيلم الوثائقي ويتم تصوير العوائل والأسر المكرمة، فيكون هذا الفيلم الوثائقي أثناء التصوير لبعض العوائل في صعوبة جدا أن ممكن يقدر يصور مقطع مدته 7 دقائق للفيلم الوثائقي اللي يعرض بالمؤتمر. فلذلك نجد في مشاعر جياشة، تعرف الإنسان لما يتكلم عن والده، عن والدته، عن جده، عن جدته، فيها شوية مشاعر يعني نوعا ما عائلية إنسانية، وبنفس الوقت يحسون بلمسة الوفاء. فلذلك هو واجب تجاه أهل الكويت والوفاء لأهل الوفاء. دائما الكويت تستاهل، وبارك الله في جهودكم من خلال هذا المؤتمر، ونأمل دائما بمؤتمرات أخرى بإذن الله في العام القادم مع شخصيات أخرى. يعطيك الصحة والعافية عبد الرحمن، ما قصرت. الله يعطيك العافية أبو يوسف، أنا سعيد جدا أن أكون معاكم، وبإذن الله يعني ظلمت في أعمارنا. الوعد يا أبو يوسف راح يكون إن شاء الله خلال الأشهر القادمة بالمؤتمر 20 اللي حملنا حقيقة الأمر هذا المؤتمر، يعني حمل كبير أن يكون المؤتمر القادم بإذن الله أفضل من المؤتمر اللي فات، وأهل الكويت يستحقون كل خير. فعلا الكويت دائما تستحق كل خير. في ختام لقائنا طبعا كل الشكر لضيفنا الكريم الاستوديو المحامي يوسف الياسين، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمؤتمر من الكويت نبدأ والكويت ننتهي، على قبول هذه الدعوة في هذا البرنامج. على الخير والمحبة، اجتمعنا معاكم في برنامج مساء الخير كويت، في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.